تقلقيش من ما تقنت من حد، ما تقلق من تشي واحد داخل الخارج، ما لا هلها ولا الجيران ولا كل شيء. الله يعمر هذا دار السيده، راه ضاعت لينا، راه شي من اكادي وشي من الدار البيضاء وشي من الرباط، راه كل شيء مساكنين، راه ما ضاعت لينا وليدي بزاف، راه كي ضاعت الوالده ضاعت لينا حتى حنايا. الله يعمرها دار هاد المراه، الله يعمر راه جاورا، حنا عاطينها بلادنا وعاطينها شغلنا ورد لينا البال وحاسنا انا ونجوع ضياف من بلاد اخرى ونجوع عندها. هزي لها رجا الله يعمرها، كان عبش مكان ما عرفتش باش ما تقجوا صح، لا يمكن نضربها طوعنا كيوطوا عليهم على بطل الاخرين. قال لك قيسوا المقراعين شي كتجي في الراش، يدير فوتوكوبي لاكارت، يقيد الناس، يقيد الناس المحتاجين، الهجالات، المعوقين، الناس اللي لاحقين بهذاك الشيء، ماشي الناس موظفين والناس اللي لاباس عليهم تبارك الله عليهم ولاباس عليهم وميسورين وكيجوا ودايرين السحاب مع المساكين. هذا يقيد المحتاجين، يقيد المعوقين، يقيد الناس اللي محتاجين، ويدير لهم فوتوكوبي لاكارت باش ما يكونش هذا الفوضى، ويفرق هذاك الشيء على الجماعات. هاد الجماعات تمشي لها شويه وهاد الجماعات تمشي لها شويه، وما غاديش تكون هاد الفوضى كما كان تيدير ميلود الشعبي الله يرحمه، وراه باقي مسكين تيعطي داكشي واخا هو ما تخلى داكشي وصيه وجلالة الملك الله ينصره. وكاينين مرشحين كاع شي حاجه، خلي ميلود ولكن كان محنين. شتي هاد السيده اللي مشات؟ كنقسم لك بالله حتى شي خير ما خاصها، الزيت ما تيتقاداش، الاتاي ما تيتقاداش، السكر ما تيتقاداش، الفلوس موجوده تبارك الله عندها بيعه وشاريه، وهي القدر اللي داها والعمر اللي تقادا والله الله اعلم. الحمد لله يا مسكينه، هي قالت لك كاع فاش بغات تمشي زربانه، جرشي جرشي زربانه، ودات السيده عيم عمر عليها وخلصت عليها الفلوس باش تمشي معاها، غير تعمر عليها الدار بنت عمتها. قالت لها لا انا ما غادي، قالت لها ربي يلاه، قالت لها ما عنديش المركوب، قالت لها انا نخلصوا عليك غير يلاه خلصت زعما راجلها. قالت لها ما تمشيش، قالت لي لا انا غادي نمشي، غادي العيله انا باغي نمشي، بحال عيط لها القدر وصافي. هذا الشيء اللي عطاه الله وشكرا، والله ينصر جلاله الملك، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. شكون اخر واحد تلاقى به؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، وكان تواصل اجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.